اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العلي العظيم. لله غياب حضور في النهى، لله غياب حضور في النهى، ماتوا فباتوا أخلد الأحياء. نقف سويا لنستذكر شهداء العراق الأبرار، ونقرأ لهم سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. رحم الله شهداء العراق الأبرار وحفظ عراقنا الحبيب. دعها تصلي للعراق صلاتي، ودع السلام يقوم في دعواتي. فأنا العراقي الذي ما طاب لي كأس الذليل ولن يهز ثباتي. يتفضل الآن الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد جواد العبايتشي لإلقاء كلمته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله في محكم كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ بالله من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم اجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والشكر لك ما أحييتني. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس بن علي أمير المؤمنين عليهم السلام، سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة دام عزكم، الأخوة الحضور مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى التمسك بالقرآن الكريم وبسيرة أهل البيت عليهم السلام، فهم حبل الله المتين وصراطه المستقيم. فالقرآن والولاية لأهل البيت عليهم السلام لا يفترقان، ويعتبر حديث الثقلين للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله من الأحاديث المهمة التي نقلتها إلينا معظم مصادر التأريخ العامة والخاصة، وهو: إني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والذي نريد أن نقوله ونؤكده في هذا المؤتمر الموقر أن الانحراف الفكري والإرهاب التكفيري هو أخطر أنواع الإرهاب الذي يجب التصدي له ومحاربته بكل الوسائل، كما أن الثقافة الغربية المستوردة ووسائل الأعلام المضللة ومن خلال انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي السلبية أصبحت تشكل خطراً كبيراً على ثقافتنا وقيمنا وديننا، وتسيطر على مستقبل جيلنا وتقوده إلى المجهول من خلال إدخال بعض الأساليب الجاذبة والإباحية وأفلام الرعب والقتل وغيرها، فهي واحدة من وسائل نشر الإرهاب الثقافي التي تسعى إلى تغيير المنظومة الأخلاقية لمجتمعنا من القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية والإسلامية النبيلة، وتحريفها وتوجيهها إلى مواقع السقوط في مهاوي الشر والرذيلة والانحلال الأخلاقي. وأصبحت تلقي بثقلها على الأسرة وتضعف كيانها، وحولت العلاقة الأسرية إلى العنف والإرهاب الاجتماعي والأسري، خصوصاً إذا ما تعرضت الأسرة إلى الجوع والحرمان والتهميش من قبل الدولة والمجتمع. وخير دليل على ذلك ارتفاع نسبة الطلاق إلى أرقام مخيفة. وفي هذا السياق فإن على الدولة والمنظمات والمؤسسات الدينية والاجتماعية مسؤولية كبيرة دينية وأخلاقية من خلال توفير فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية، وعلى المؤسسات الاجتماعية والدينية تفعيل التضامن والتكافل والإرشاد الأسري لتقوية أواصر وأركان العلاقة الأسرية، لأنها النواة الأساسية لبناء المجتمع وللحفاظ عليها من التيارات التكفيرية والثقافية المنحرفة. لقد تنوعت وتعددت مفاهيم الإرهاب والإرهابيين في العصر الحديث، وظهرت له آثار سلبية كبيرة ومتنوعة على جميع الأصعدة الثقافية والاقتصادية والأمنية والتربوية، وهددت دول ومجتمعات بأسرها. وقد تصدى العراق إلى هذه التيارات الفكرية المنحرفة
التي تقودها العصابات الإرهابية بحكمة وشجاعة عسكريا وفي الوقت المناسب عندما لبوا أبناء العراق الغيارة من القوات الأمنية والحشد الشعبي نداء المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف في فتوى الدفاع في فتوى الجهاد الكفائي والتي انطلقت دعوتها من الصحن الحسيني الشريف ليعود صوت الحسين عليه السلام مدويا من جديد وبأعلى صوته هيهات منا الذلة ويأبى الله لنا ذلك. فجنبوا البلاد والعباد ويلات هذه الريح السوداء العاتية من الإرهابيين وحافظوا على الأرض والعرض والمقدسات بعد أن قدموا تضحيات كبيرة وسالت دماء طاهرة عزيزة. ولكن البلاد ما تزال تعاني من هذه الجيوب والحاضنات الإرهابية عسكرياً وثقافياً وفكرياً، فهناك من يدعم ويمهد للإرهابيين في الباطن ويمد يد الأخوة والمواطنة في الظاهر، أما من خلال إثارة الفتنة الطائفية أو من خلال الفاسدين الذين تلطخت أيديهم بسلب خيرات الشعب أو من خلال السياسات الخاطئة من قبل بعض المتصدين للعملية السياسية. ونحن بدورنا نوصي التمسك بمنهج أهل البيت عليهم السلام، لا سيما منهج الإمام الحسين عليه السلام ونهضته الإصلاحية والأخلاقية والاجتماعية منذ استشهاده وانطلاق سفينته لنجاة الأمة وفي الحفاظ على الإسلام والمسلمين. ومن مفاهيم الإرهاب الحديثة هو الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الدول الكبرى من خلال فرض الحصار الاقتصادي واتباع سياسة الهيمنة والإذلال على الشعوب وسلب ثرواتها وتحويل اقتصاد بلدانها، لا سيما بلدنا، إلى اقتصاد ضعيف مكبل بالقيود والوصايا الدولية ومن خلال قرارات المنظمات الدولية الجائرة والظالمة. لذلك فإن اعتماد البلد على قدراته الذاتية وتنويع مصادر اقتصاده من خلال خلق قاعدة صناعية وزراعية وطبية يعتبر واحدة من الوسائل الناجعة في الصمود والحفاظ على أمنه الاقتصادي من الإرهاب الدولي، خصوصاً أن اقتصاد بلدنا أحادي الجانب ويعتمد بنسبة 95% على تصدير النفط. نتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج وتوصيات فاعلة وعملية للتخلص من الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعهم ومصادرهم والممولين لهم، وأن نستخلص الدروس والعبر والتجارب من هذا التأريخ ومن النكبات والويلات التي مرت بهذا البلد العزيز، وأن نعتصم بحبل الله وأن نتفق جميعاً على كلمة سواء في التصدي للأعداء الطامعين في ثرواته ومستقبله، وأن نحث الخطى وبيد واحدة للبناء والتقدم والازدهار والتضامن والتكافل وتضافر الجهود من أجل عراق مزدهر وآمن وقوي، وأن يسود ربوعه الأمن والأمان والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكراً للأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد جواد العبايتي
لكلمته القيمة. إن من أبرز أهداف المؤتمر الوطني للحد من التطرف والإرهاب هي كشف حجم المخاطر السياسية وإبرازها وأضرارها الناتجة عن وجود التنظيمات الإرهابية، وبناء أسس سياسية رصينة تضمن نظاماً سياسياً ديمقراطياً مستقراً يعالج الأوضاع السلبية في الدولة والمجتمع التي تكون أسباباً لتفشي ظاهرة التطرف والإرهاب وأساليب العنف، بالإضافة إلى ذلك توثيق التجاوزات على الآثار والتراث وإعطاء التصورات الكاملة لصنع القرار الدولي العراقي عن مخاطر الإرهاب والتعرف على الأحكام القانونية التي تخص مكافحة التطرف والإرهاب على مستوى القانون الدولي والعراقي والمساعدة على إقرارها دولياً. أترككم الآن مع كلمة الجهات الحكومية المشاركة في المؤتمر يلقيها مستشار الأمن القومي الأستاذ قاسم العرجي. السلام عليكم. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سماحة الشيخ المهدي الكربلائي أعزكم الله، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في رحاب سيد الشهداء هذا الإمام العظيم، وهو من ضحايا التطرف والإرهاب. التطرف والإرهاب ليس وليد القاعدة وداعش. يوم قتل علي عليه السلام في محرابه، والحسين وأخوته وأصحابه على صعيد كربلاء، أبتدأ كلامي بخطبة النصر التي ألقاها سماحة الشيخ الكربلائي في الصحن الشريف بتاريخ 15/12/2017، بعد أن قدم التحية لأبطال القوات المسلحة بمختلف صنوفها وعناوينها، وقدم الشكر كما نقدم الشكر والتقدير لكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع العراق وشعبه في محنته مع الإرهاب الداعشي، وساندوه وقدموا له العون والمساعدة، سائلين الله علي القدير أن يدفع عن الجميع شر الأشرار وينعم عليهم بالأمن والسلام. وأكد هناك أمور لا بد أن نشير إليها. أولاً، أن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين، بل إن هذه المعركة ستستمر وتتواصل ما دام أن هناك أناساً قد ضللوا فاعتنقوا الفكر المتطرف الذي لا يقبل صاحبه بالتعايش السلمي مع الآخرين ممن يختلفون معه في الرأي والعقيدة، ولا يتورع عن الفتك بالمدنيين الأبرياء وسبل الأطفال والنساء وتدمير البلاد للوصول إلى أهدافه الخبيثة. وأكد سماحة الشيخ بخطبته أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم من خلال التصدي لجذوره الفكرية والدينية وتجفيف منابعه البشرية والمالية والإعلامية، ويتطلب ذلك العمل وفق خطط مهنية مدروسة تأتي بالنتائج المطلوبة. الأخوة الحضور، قدم العراق آلاف الضحايا في مواجهة كبيرة وعصيبة مع تنظيم داعش الإرهابي، وفتوى الجهاد الكفائي هي التي كانت بداية لوقف الامتداد الداعشي والزحف نحو المنطقة بأكملها. أبناء الشعب العراقي بهذا التنوع الطيب بجميع مكوناته، جمعنا الحسين اليوم سلام الله عليه في هذا المكان كما نجتمع سنوياً
لهذا الشعب الذي يملك أكبر صفة لتقديم الخدمة لزوار الحسين في العالم، حيث يجتمع كل أبناء الشعب العراقي وبكل أطيافه ومذاهبه وقومياته لخدمة الحسين وزوار الحسين. حقيقة الشعب العراقي بهذا التنوع الطيب، وهو التنوع قوة لهذا الشعب، وقف بجميع أطيافه ملبياً لهذه الفتوى الكريمة المباركة، وقدموا التضحيات وحققوا النصر على أيدي أبطال وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وكل الأجهزة الساندة لهذا الطيف الطيب المبارك من قواتنا المسلحة. الحكومة عملت على تجفيف منابع الإرهاب من خلال دعم المؤسسات الاستخبارية والأمنية ومتابعة قيادات داعش أينما كانوا واستهدافهم وقتلهم. على المستوى المحلي والصعيد الوطني قامت الحكومة بجهود لإعادة النازحين إلى مناطقهم، وقد ساعدتنا في ذلك المرجعية الدينية ووكلاء المرجعية والسادة المعتمدين بإجراء المصالحات المجتمعية لعودة النازحين إلى مناطقهم وإنهاء أسباب الإرهاب أو العنف الطائفي. وقمنا وبموقف جريء باستقبال العوائل من مخيم الهول، هذا المخيم الذي يضم بحدود 30,000 عراقي، منهم أقل بحدود 20,000 أقل من 18 عام، متفشية بينهم الأمية والجهل، لا وجود للمدارس، يعيشون في جو من التكفير والرعب والخوف. وتم إدخالهم في مخيم الجدعة للتأهيل وبمشاركة كل الجهات الرسمية الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي والمجتمع المدني ومنها الأمم المتحدة بإجراء عملية إعادة الاندماج، وقد عادت الكثير من هذه العوائل إلى مناطق سكناهم بالاتفاق مع شيوخ العشائر والجهات المدنية والحكومية، وكان هنالك تعاون جيد وطيب. الإرهاب ما زال يشكل خطر حقيقي. إقامة هذا المؤتمر الأول وبعد سنوات من التحرير وفي هذا المكان المقدس خطوة كريمة مباركة. نتمنى من السادة القائمين أن يقوم هذا المؤتمر بشكل عالمي بدعوة قيادات وشخصيات عالمية لحضور هكذا مؤتمرات ليتعرفوا ويطلعوا عن قرب عن التجربة العراقية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة، وليطلعوا على حقيقة أبناء الشعب العراقي، هذا الشعب الطيب الكريم المتماسك بكل أطيافه وقومياته ومذاهبه. قوات البيشمركة في كردستان قاتلت الإرهاب كما قاتل ابن البصرة والعمار والنجف وكربلاء وابن الأنبار وصلاح الدين والموصل. كل هذه الدماء اختلطت من أجل القضاء على الإرهاب. المهمة كبيرة على القيادات السياسية أن تتفق وتتفاهم لإنهاء المشكلات وتقديم الخدمة لأبناء الشعب العراقي. الشعب العراقي قدم الذي عليه بالتضحية بالدماء، بالتلبية لنداء المرجعية، بالمشاركة بالانتخابات، بالتواجد والحضور في الميادين التي يتطلب منه الحضور، وبالتالي علينا أن نرد الجميل لهذا الشعب. الإرهاب يجب تجفيف منابعه كما قال سماحة الشيخ بخطبة النصر، البشرية والمالية والإعلامية، وهذا يحتاج إلى جهد دولي مستمر لمتابعة هؤلاء. التقينا بعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء خارج الاتحاد الأوروبي، وطالبناهم أن يقوموا بعملهم الأخلاقي والقانوني باستلام رعاياهم الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سجون الحسكة، فهم أكثر من 10,000 إرهابي يجب أن ينقلون إلى بلدانهم ليحاكموا هناك. بقاءهم في هذه المنطقة الهشة البعيدة عن السيطرة الأمنية يشكل خطر وتهديد
حقيقي للأمن القومي العراقي، وسوف تستمر الحكومة العراقية بمطالبة هذه الدول لسحب رعاياها من تلك المنطقة الساخنة والهشة أمنياً. الحكومة العراقية وبمساندة أبناء الشعب العراقي والقوات المسلحة تعاهدكم سوف تستمر بمواصلة الضغط على الأرهاب والعمل بشكل حقيقي لاستهداف قادة الأرهابيين أينما كانوا، وهذا من خلال القيام بالعمليات النوعية المتميزة ومن خلال استخبارات دقيقة تقوم بها الأجهزة الاستخبارية في جهاز المخابرات والأمن الوطني واستخبارات الداخلية والدفاع وباقي الاستخبارات للأجهزة الأمنية الأخرى متعاونين للوصول إلى قادة الأرهاب أينما كانوا. مجتمعياً نتعامل بالتسامح. التسامح هو القدرة على التصرف بحكمة وعدالة مع من نختلف معه عقائدياً أو مذهبياً أو قومياً أو لغة أو جنس. يجب أن نقبل الآخر كما قال سيدي مولاي أمير المؤمنين: الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو أخ لك في الخلق، نظير لك في الخلق. المؤسس الأول للعدالة لحقوق الإنسان يعلمنا هكذا سيدي مولاي إمام الحسين، أحد خدمته كان من المسيحيين، ليعطينا رسالة ولكل الأجيال أنكم أخوة، علينا أن نتعايش بصدق وإخلاص ووفاء ونقدم التضحيات من أجل أن يبقى هذا الشعب متماسك. وحدتنا المجتمعية كفيلة بالسلم المجتمعي، والسلم المجتمعي كفيل بمواجهة الأرهاب أينما كان. لا أريد أن أطيل، أستميحكم العذر. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للسيد مستشار الأمن القومي الأستاذ قاسم الأعرجي لكلمته عن الجهات الحكومية المشاركة في المؤتمر. لكل العراق أرضاً وشعباً نقول شعراً، لتراثك التاريخ يسعى قاصداً، ولمجدك المجد حنى لك ساجداً. يا منهلاً للعاشقين كم ارتوت منك القلوب، فصرت عشقاً خالداً. الحب دار قد حواك بحصنه، والعز أورثك الشموخ قلائدا. قم وارتق الآفاق وارسم زهوها، فعلى مدى التاريخ كنت الرائدا. قم يا سراجا للشعوب بنهضة، متوحدا نحو المعالي صاعدا. نشاهد الآن فيلما وثائقيا يتحدث عن جذور الإرهاب وامتداده. مشاهدة طيبة أرجوها لكم. الإسلام الحنيف دين ينبذ العنف والإرهاب، ويأمر بالعدل والإحسان، يعنى بمعالجة شؤون الناس وفق منهج سوي. هذه هي حقيقة الإسلام ومثله العليا التي انطلق منها المسلمون في علاقاتهم بالآخر أفرادا وجماعات. وهذا ما جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وظلوا كذلك حتى بدأ المحسوبين على الإسلام يعكرون صفو تلك المنهجية من خلال التشدد والتطرف بدواعي ظاهرها الحرص على سلامة الدين وباطنها خفي. هذا التوجه أفرز ظاهرة بعيدة عن الدين الإسلامي ومخالفة لمنهجه، هي الإرهاب الذي يقوض دعائم الأمن والاستقرار ويلحق أضرارا جسيمة بالمجتمعات، ويبث الرعب بين الآمنين، ويزهق الأرواح البريئة التي حرم الله قتلها إلا بالحق. الإرهاب لغة يعني الإخافة، وهو المعنى الأصيل في اللغة قديما. استخلوا المعاجم العربية القديمة من كلمة الإرهاب لأنها من الكلمات حديثة التداول. أما اصطلاحا فللإرهاب أكثر من تعريف، منها بث الرعب من قبل جماعة منظمة لتحقيق أهدافها باستخدام العنف، ومنها أيضا
مجمل الأنشطة التي تهدف إلى إشاعة جو من عدم الاستقرار عبر الضغوط المتنوعة كالاغتيالات والتفجيرات والهجمات المسلحة على المنشآت والأفراد والممتلكات وأعمال القرصنة الجوية والبحرية واحتجاز الرهائن إلى غير ذلك من التعاريف. أبرز صور الإرهاب في العالم تمثلت بتنظيم القاعدة ومن بعده داعش، فما هذان التنظيمان الإرهابيان وما هي ظروف نشأة كل منهما؟ تنظيم القاعدة أو قاعدة الجهاد منظمة تشكلت عام 88 على أنقاض مكتب الخدمات في بيشاور باكستان الذي أسسه عبد الله عزام وأسامة بن لادن عام 84 لمواجهة القوات السوفيتية في أفغانستان. تأثر قادة القاعدة بأفكار وعقيدة سيد قطب عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين الذي يعد من أوائل منظري فكر السلفية الجهادية في ستينيات القرن الماضي. وكانت أقوى تأثيرات قطب عليهم فكرة أن العديد من الذين يقال إنهم مسلمون أصبحوا في عداد المرتدين الذين يجوز بل يجب قتلهم، حتى صنفت القاعدة كمنظمة إرهابية. هذا التنظيم المتطرف الذي يتبنى الفكر السلفي الجهادي تعود جذوره إلى فرع تنظيم القاعدة المعروف بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين أو تنظيم القاعدة في العراق التي شكلها أبو مصعب الزرقاوي عام 2004. والزرقاوي أردني الجنسية قتل في 7 حزيران عام 2006 ليعقبه في زعامة القاعدة في العراق الإرهابي أبو عمر البغدادي، ليتولى زعامة داعش بعده أبو بكر البغدادي الذي قتل هو الآخر في غارة جوية أمريكية ليخلفه أبو إبراهيم القرشي وهو عراقي الجنسية. قامت قوة أمريكية خاصة بقتله في 3 شباط 2022. تحت قيادة هؤلاء الإرهابيين نفذت عصابات داعش عددا كبيرا من العمليات الإرهابية في العراق، وصلت حد سيطرتها على محافظات ومدن بأكملها. العديد من عناصر داعش انضموا إليه لدواع اقتصادية بحتة، فقد كان يغدق عليهم الأموال، ومع ذلك لم يكن العامل الاقتصادي هو الوحيد المحفز على الانضمام، فالكثير منهم انضموا إلى داعش سعيا وراء هدف أعلى كالإحساس بالهوية والتمتع بالسلطة، إذ وفر داعش الفرصة لأفراد عاديين ليصبحوا استثنائيين بين ليلة وضحاها. ألحقت عصابات داعش أضرارا بالغة بالاقتصاد العراقي، تمثلت بأعمال السلب والنهب التي طالت المصارف الحكومية والأهلية في المدن التي اجتاحها، كما قامت بتخريب منشآت اقتصادية حيوية كالمصافي ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن إقدامها على تفجير عدد كبير من آبار النفط في صلاح الدين ونينوى وكركوك. منذ اجتياحها عددا من المحافظات والمدن في حزيران عام 2014 ارتكبت عصابات داعش الإرهابية العديد من الجرائم ضد العراقيين، إذ نفذت جرائم القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب وتجنيد الانتحاريين من الأطفال والنساء، كما مارست انتهاكات ضد المكونات الإثنية الأخرى كالمسيحيين والتركمان والأيزيديين، بما في ذلك التهجير القسري والاسترقاق وفتح أسواق النخاسة. ومارست جرائم القتل والتعذيب ضد المئات من السجناء والجنود في محافظة نينوى. توالت جرائم داعش فاحتلت مدنا وأسقطت محافظات حتى بات عناصرها يقفون على تخوم بغداد، ثم جاء الرد بالإعلان عن فتوى الجهاد الكفائي بعد 3 أيام فقط على الاجتياح الداعشي للأراضي العراقية وسقوط الموصل. وأن من يضحي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون شهيدا. إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي.
كانت الفتوى المباركة إذانا بانطلاق أكبر حملة تطوعية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية، قوامها 1,000,000 متطوع من مختلف الأعمار والمكونات، جمعهم هاجس الدفاع عن الوطن. بدأت الانتصارات من محيط بغداد إلى بلد وسامراء وآمرلي وجرف النصر، ثم إلى ديالى فصلاح الدين، وصولا إلى تحرير الفلوجة وغرب الأنبار وغرب الموصل. توالت انتصارات أبطال الحشد الشعبي والقوات المسلحة، وظلوا يطاردون عصابات داعش الإرهابية حتى تحقق النصر المبين في 9 من كانون الأول 2017. في خضم المواجهة مع داعش انقسم الإعلام إلى قسمين، الأول وقف إلى جانب أبطال الحشد الشعبي والقوات المسلحة ليقدم لهم الإسناد المعنوي ويوثق انتصاراتهم، في حين فشل القسم الثاني في اختبار الوطنية فلم يؤدي واجبه الوطني، بل وبلغ تخاذل بعض وسائل الإعلام حد وصفها الإرهابيين بالثوار. المسؤولية تجاه نبذ التطرف والإرهاب لا تقتصر على المؤسسة الأمنية، بل تتعداها لتشمل مؤسسات أخرى، في مقدمتها المؤسسة التربوية والتعليمية، عبر الارتقاء بمستوى الوعي لدى شريحة الشباب باعتبارها الأوسع بين شرائح المجتمع العراقي، لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتنشئة جيل سليم معافى قادر على مواجهة التحديات التي تهدد أمنه واستقرار المجتمع. من هنا ينبغي على الجهات المعنية دعم المؤسسة التربوية والتعليمية لرسم السياسات التي ترسخ مفهوم المسؤولية التضامنية في تحصين ووقاية جيل الشباب من التطرف، لمواجهة الحركات المتطرفة التي تسعى إلى نشر أيديولوجيتها بين الشباب باعتبارهم منطقة الرخوة يمكن أن تستجيب لما يطرح عليها من أفكار من دون تدقيق وتمحيص. ما تعرض له العراقيون من عدوان عصابات داعش الإرهابية ألقى بظلاله على حياتهم بجميع تفصيلاتها، وأخل بالنظام الاجتماعي، وألحق ضررا واضحا في التعايش السلمي الذي أصبح ضرورة حتمية لتجاوز تداعيات الأزمة وضمان الاستقرار والتوجه نحو بناء أجهزة الدولة على أسس الكفاءة والمهنية وترسيخ قواعد العيش المشترك وإشاعة روح التسامح وطي صفحة الماضي والتأكيد على مفهوم الهوية الوطنية العراقية باعتبارها المظلة التي تجمع العراقيين بمختلف انتماءاتهم. إذن مرة أخرى أرحب بكم ضيوفنا الأكارم في المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب، فحياكم الله وبياكم في رحاب المرقد الطاهر للمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إن من أبرز المحاور العشرة للمؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب هو المحور السياسي الذي يسلط الضوء على تداعيات إرهاب القاعدة وداعش، على تنامي مستويات التطرف والإرهاب وتهديدهما لمسار التحول الديمقراطي في العراق، وإلى جانبه المحور الأمني الذي يوضح أسباب ظهور القاعدة وداعش في العراق وتداعياتهما على الوضع الأمني، إضافة إلى المحور الاقتصادي الذي يبين التهديد الاقتصادي للتنظيمات الإرهابية والاستراتيجيات الاقتصادية ما بعد داعش. أدعو الآن الدكتور أحمد مهنا العيساوي لإلقاء كلمته ممثلا عن الجهات الدينية المشاركة في المؤتمر، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين الطيبين
وأصحابه الغر الميامين ومن دعا بدعوتهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين. السادة ضيوف سيد الشهداء ابن بنت رسول سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. فمن هذه الرحمة أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهودي ودخل في بيته، ومن هذه الرحمة جعل دية غير المسلمين بقدر دية المسلمين، ومن هذه الرحمة أنه عليه الصلاة والسلام للناس كافة دون غير للناس كافة لا للمسلمين وحدهم. ومن هذه الرحمة يروي لنا سيدنا جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام ومرت بنا جنازة فقام لها عليه الصلاة والسلام، فقلنا له: يا رسول الله إنه يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أليست نفساً؟ إذن أيها الإخوة، يجب علينا جميعاً أيها الإخوة أن نحترم البشرية جمعاء. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. أيها السادة الفضلاء، إنما يحدث اليوم وقبل سنوات في بلادنا وفي العالم كله من ظهور جماعات تسلك مسلك الخوارج القدماء في سفك دماء الناس والحكم بالكفر على العلماء والدعاة وعلى الأساتذة والمثقفين وعلى كل من يخرج عن عقيدتهم، مع أنهم أيها الإخوة، مع أنها تجهل حقيقة الدين الذي نزل من السماء على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنها كجهل الخوارج عقيدة وسلوكا، غير أنها تفتقد كثيراً إلى إخلاص الخوارج في العبادة وصدق الكلام، مع أنهم أيها الإخوة ظلوا لعدم معرفتهم بمعاني ومقاصد الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء أيها الإخوة يسمون أنفسهم بالتيار السلفي، والسلف الصالح بريء منهم، ويسمون أنفسهم أيضاً بالتيار الجهادي، والجهاد بريء منهم، كما يسمون أنفسهم بجماعة إصلاح العقيدة، ونقول لهم بأن عقيدتنا أيها الإخوة أخذناها من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام،
ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن السلف الصالح، وهي أيها الإخوة هذه العقيدة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أوصاف أيها الإخوة، اليوم جاءوا إلينا من جديد، جاءوا إلينا من جديد بأسماء أخرى، باسم المرجئة، باسم المرجئة وباسم المدخلية، نسبة إلى أحد رجالات مؤسس دعوة التكفير والتطرف، وهو ربيع المدخلي، ونحن لا نعرف بمن يرتبط هذا الرجل، ولهم أوصاف كثيرة أيها الإخوة. منها أعطوا للقوات الأمريكية الغازية شرعنة القدوم إلى الوطن العربي والإسلامي والبقاء في البلد. ومن أوصافهم أيها الإخوة أنهم يبتسمون حينما يمرون بالقوات الغازية، وكذلك إذا مروا بالمسلمين اسودت منهم الوجوه وكأنهم يقرون الكتاب بالعكس، وكأنهم يقرؤون بالكافرين رؤوف رحيم وبالمؤمنين غضوب رجيم. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي آية أخرى يقول: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويمكن لنا أيها الإخوة أن نجمل لكم في هذه النقاط أسباب التطرف والإرهاب. أولاً القراءة الخاطئة، القراءة الخاطئة لنصوص الكتب السماوية والروايات الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانياً جهل الإرهاب في دينه، الشهرة وحب الظهور، الخيانة والعمالة للأجنبي، الظلم الذي يقع على الشعوب، البطالة والفقر. يقول علي كرم الله وجهه: لو كان الفقر رجلاً لقاتلته. ثامناً الفساد السياسي والمالي والاجتماعي والأخلاقي. أما علاج الأرهاب أيها الإخوة فمن النقاط الآتية: الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى والكتب السماوية والروايات الواردة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تدريس صحيح من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة آل بيت الأطهار عليهم السلام وسيرة أصحاب النبي الأبرار عليهم الرضوان. وعلينا أيها الإخوة أن نعلم أبناءنا بمقاصد الدين السماوي ومراميه، ونبذ العنف والتعصب والعودة إلى تراثنا القديم. حزم الدولة في معاقبة من يخل بأمنها، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
وعلينا أيها الإخوة أن نفعل مادة 32 من الدستور العراقي، والخاصة بمحاسبة من يروج للفكر التكفيري بالقول والعمل والملبس وبالطائفية، ومكافحة الفساد السياسي والمالي والاجتماعي وكل ما يخل بأخلاقنا وآدابنا وعاداتنا العربية والإسلامية والاجتماعية. أيها السادة، ضيوف سيد الشهداء من هذا المكان الطاهر ومن جوار ابن بنت سيد الرحماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، باسمكم نناشد العالم، نناشد العالم بأسره في مشارق الأرض ومغاربها بأن يتوقفوا عن قتل الناس، لأن الإنسان أيها الإخوة بنيان الله في أرضه، ولقد لعن الله من هدم بنيانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كما نناشد أصحاب الفضيلة، أصحاب المدارس الفقهية، أن يتوحدوا في هذا الظرف الصعب أمام الأعداء، أمام أعداء الأمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لجناب الدكتور أحمد مهنا العيساوي لكلمته ممثلا عن الجهات الدينية المشاركة في المؤتمر. ونحن نجتمع في هذا المكان المقدس نستذكر تلك اللحظات العظيمة التي انطلقت فيها فتوى الدفاع الكفائي من المرجعية الدينية العليا السيد علي السيستاني دام ظله، والتي استنهضت همم الرجال وأعادت عزيمتهم لاسترجاع حقوق وكرامة شعبنا وأهلنا في المناطق التي دخلها التنظيم الداعشي عام 2014. وها نحن اليوم نجتمع تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام وفي حضرته النورانية، اجتماع الأخوة والوحدة الإنسانية، لنستفيد من دروس الماضي ونبني فكر الحاضر ونخطط زهو المستقبل لعراق جديد واحد موحد. المنصة الآن للوافد إلينا من سنجار العزيزة شاعرا عراقيا ركز حروفه في أرض العراق أبدية، فنظم قصيدته رحلة إلى المجهول. إنه الشاعر ألبير رعد القفان، نائب مدير منتدى سنجار الثقافي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الواحد الأوحد، بسم الله الذي لا شريك له. على الحضور الكريم سلام من الله عليكم وبركاته. يشرفنا اليوم أن أقف على أرض كربلاء الطاهرة
مبعوثا ومحملا بالسلام من سنجار مدينة التين والجبل، وأن أكون في رحاب حضرة سيدي سيد الشهداء. فشكرا للعتبة الحسينية المقدسة والقائمين على هذا المؤتمر الموقر. أقدم لكم قصيدة، بل هي جرح، فما زال جرحنا ينزف، وأكثر من 2650 من بناتنا ونسائنا تستباح أعراضهن في أيادي داعش. فهل من يسمع؟ وهل من ينخي؟ وها هي السنة الثامنة على الذكرى الثامنة على الأبواب، الذكرى الثامنة لاستعبادهن في أسواق النخاسة. فاشهد وقع الظلم علينا يا حسين، وانصرنا مظلومينا. كما نذكركم سادة الحضور بأن اليوم تقام مراسم فتح المقابر الجماعية في قرية حردان الأيزيدية. هذه المقابر التي تضم فتاة أحلام الأيزيديين. الرحمة والسلام لأرواح الشهداء العراق جميعا وشهداؤنا معهم. من بعد الحسين؟ من بعد الحسين عاش الطف أكثر من جبل سنجار؟ نحن والحسين نزيفان لجرح واحد. ما أشبه رحلة أختي بدرب زينب، كلتاهما سؤالان يدوران حول الشام. أما النص، سنجار بأي حجة مشروعة قصوا جدائلك الحريرية؟ بأي ذنب عظيم قتلوا فيك كل حي يا حلوة الحي؟ كيف أباحت لهم أياديهم أن يمزق عنك ثوب الملاك حين شهوة؟ كيف أسعفتهم السماء وتحملتهم الأرض تحت دوي صرخاتك؟ من بعد فتوحاتهم باسم الرب إلى أين تتجهين وكل البلاد أرض لإلههم وجل العباد جنوده؟ وأنت على مشارف الموت إلى أين تفرين راكضة من محطة إلى أخرى، حاملة غصن زيتون مهاجرة برفقة السنونوات؟ أين تحطين رحالك وقد أنهكتك حقائبك المثقلة بأشلاء صغارك؟ يا حلوة العينين يا سنجار، أما زالتا تبصران؟ هل تريان؟ هل تركتهما الوحوش دون لمسهما؟ أم أن لوحش أسود رأي رمادي آخر؟ مذ كويرت الأرض وهذه البقاع لا تتسع لجرحنا، مذ استقامت السماء ما استقام ظهر ذلك الجبل، مذ ذاك وذاك النزيف ذاك. أخبريني من يقنع التائهين عن أصلهم أنا أصلهم؟ من يقنعهم بأنهم ولدوا في مضاجع الرقاب والسيوف؟ من يقنع الأيزيديين أن الله جل جلاله لا يقبض بالسيف
ثم من يخبر الله أن كل هذا الموت كثير جدا على السنجاريين؟ شكرا. شكرا لشاعرنا من سنجار العزيزة الشاعر ألبير رعد القفان نائب مدير منتدى سنجار الثقافي. من المحاور الأخرى للمؤتمر الوطني للحد من التطرف والإرهاب هو محور الفكر العقدي الذي يتناول دور القيادات الدينية في محاربة التطرف والإرهاب والمباني الفكرية والعقدية للتجمعات التكفيرية بين النظرية والتطبيق، إلى جانب المحور التربوي والتعليمي الذي يناقش استراتيجية التربية والتعليم في الحد من التطرف والإرهاب والآثار النفسية والاجتماعية للطلبة في فترة سيطرة القاعدة وداعش. كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر يلقيها الدكتور طلال فائق الكمالي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، الحضور الكريم، مع حفظ الألقاب والمقامات، أيها النخب من أصحاب الهم والشأن، من إداريين ومفكرين وباحثين وضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أرفع لكم أعظم آيات احترام إدارة العتبة الحسينية المقدسة، متمثلة بالمتولي الشرعي لها سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دامت بركاته، والأمين العام الأستاذ حسن رشيد جواد العبايتي ونائبه الدكتور علاء ضياء الدين، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبقية المسؤولين في العتبة المقدسة دام عزهم أجمعين. كما أنقل لكم تحيات اللجنتين التحضيرية والعلمية وباقي اللجان المشرفة على المؤتمر الوطني للحد من التطرف والإرهاب تحت شعار القاعدة وداعش تهديد للسلم المجتمعي. سادتي الحضور، إنه من دواعي الفخر أن أقف اليوم في صرح قدسي ومنبر معرفي وميدان جهادي صدحت منه صرخة الحق وطلب الإصلاح، يوم وقف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على هذه العرصة من قبل، وكذا يوم وقف على الصرح نفسه ممثل المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دامت بركاته، ليعلن دعوة المؤمنين للدفاع المقدس عن الدين والإنسان والوطن، دعوة للوقوف بوجه الفساد والإفساد والإرهاب. أساتذتي، لا شك في أن الإرهاب لم يكن وليد هذه الحقبة الزمنية فحسب، فقد عانت الأمم والشعوب عبر التاريخ من الإرهاب والتطرف،
بيد أنه ازدادت حدة المعاناة منه في العصر الحديث لتغير مباني أفكاره وسرعة انتشاره وتنوع صوره وتطور أشكاله، حتى بات الإرهاب يمثل مشكلة عالمية شغلت العلماء وأرقت العقلاء وأقلقت الحكماء عن أمن أوطانهم وسلم مجتمعاتهم واستقرار حياتهم في المجالات كافة. فقد تمادى غي الإرهاب ليطرق بيد العنف أبواب النظم الاجتماعية، سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية، بل تعدى الأمر لتمتد خيوط العبث والفوضى معشعشة مظاهره في عقول ونفوس وقلوب كثيرين تتغيى تدمير البنية التحتية للمجتمع والفرد ونظامه الفكري والسلوكي، وخلق حالة من عدم الاستقرار ليتسنى له تحقيق مبتغاه في حد القيم السماوية والإنسانية التي سنتها شريعة السماء وأقرها العقل والمنطق بلسان الحق والعدل وتجليات الحرية والسلم المجتمعي. ولتسليط الضوء على هذا الوليد المسخ، فإننا ندرك أن ولادته الجديدة لم تكن ولادة طبيعية، فقد ولد من رحم الظرف الزمكاني الذي ارتهن به واقع العراق الجريح ولا سيما في العقدين الأخيرين. فضلاً عن كينونة هذا البلد وشعبه العظيم الذي أريد منه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات وحلبة للصراعات، مما آل بالإرهاب الوضيع أن يجد أرضاً منبسطة لبناء هيكله العنكبوتي كان من ورائه أجندات لا يسعنا الحديث، لا يسعنا المقام لذكرها. وقد عانى العراق والعراقيون لوعة الإرهاب ومرارة العنف بكل صوره، إذ أريد بهذا البلد وشعبه رقاً يتعبد بفساد فكر الإرهاب ومنهجه المنحرف الوضيع، متناسين أن في العراق رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقد امتثلت رجالاته لفتوى الدفاع الكفائية المقدسة التي أطلقها أمير الحب والسلم والاعتدال سماحة المرجع الديني الكبير السيد سيستاني دام تعالى وجوده الكريم. إذ هب الكبير والصغير والغني والفقير والعالم والجاهل مشكلين حشداً شعبياً رصيناً تؤازرهم مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية بكافة أصنافها ليكونوا صفاً كأنهم بنيان مرصوص ضد الإرهاب والعنف. علقت في أذهانهم وصايا سماحة السيد بالحفاظ على الإنسان والوطن والعرض والمال، حتى شكلت وصاياه حفظه الله وأيده ورعاه لوحة من النظم القيمية التي شهد لها القاصي والداني والعدو والصديق. أحبتي الحضور، وللتاريخ ولكي لا ننسى معالم تلك الصور، صورة الإرهاب والعنف وصورة حب الخير والسلام، انبرت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية كل على انفراد لتدوين تلك الأحداث وتداعياتها على العراق وعلى الأصعدة كافة في إعداد موسوعتين تبنت كل منهما جوانب وملفات معينة في الوقت الذي ارتأت إدارة العتبة الحسينية المقدسة تبني مؤتمراً يعنى في شأن الحد من إرهاب القاعدة وداعش، تشاطر فيه مؤسسات حكومية مهمة مدنية وعسكرية
وأمنية وإعلامية وإعلامية وعلمية، فضلاً على أوقاف الديانات والمذاهب في العراق كافة وبعض الجامعات العراقية، ليتمخض من هذا المؤتمر آراء وقرارات ونتائج قيمة لباحثين ومفكرين ودارسين من أكاديميين وغير أكاديميين. استوعبت محاور المؤتمر السياسية والقانونية والاقتصادية والفكرية والأمنية والتربوية والنفسية والتاريخية والآثارية، لتصل إلى إدارة المؤتمر 53 بحث قبل منها 120 بحثا، ارتقت بعض منها على تقديم دراسات ورؤى مبتكرة، وبعض منها اهتم في الأسباب والحلول، وبعض آخر وظف اختصاصه في وضع آليات رسم معاليم تفعيل الحد من الإرهاب والتطرف، وبعض آخر قدم توصيات سيتم صياغتها مع نتائج البحوث الأخرى، لتقدم في جلسة الختام ورقة تتضمن توصيات المؤتمر بعد مناقشة جميع البحوث إن شاء الله. آملين أن تكون تلك البحوث نافذة أن نطل من خلالها على واقع المنظمات الإرهابية وآليات الحد منها ومكافحتها والقضاء على أهدافها ومسبباتها، فضلاً على علاج تداعياتها التي تركت جرحاً في جسد العراق الذي نأمل أن يندمل بعد أن خلف وراءه تركة مثقلة بآهات الأمهات ودموع الأطفال وحسرات اليتامى وأوجاع الأرامل، فضلاً عن تعطيل ماكنة تطوير البلد واستقراره لسنوات طوال لا زال العراق والعراقيون يدفعون ضريبتها ليومنا هذا. السادة الحضور، الإرهاب ظاهرة تتجاوز حدود الأديان والأوطان والثقافات، وإن محاربتها تستدعي تضافر الجهود كافة، فلا يخفى عليكم أن حربنا مع الإرهاب ليست حرباً عسكرية فقط، لأن الإرهاب ظاهرة متعددة الأوجه ومركبة التعقيد، ويتطلب كل وجه من وجوهه نمطاً خاصاً للحد منه. ولهذا فإن الجهود المبذولة لتحدي الإرهاب والتطرف يجب أن تعالج كل بحسب موضوعه ومتعلق حكمه، بدءاً من معالجة جذور الراديكالية وفكرها الأيديولوجي المتطرف الذي يغذي العنف، إلى مكافحة عمليات التجنيد، ووصولاً إلى المشاركة الفاعلة للمؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية، فضلاً على مؤسسات الدولة التي تقع عليها الكاهل الأهم والأكبر بوصفها مالكة القرار والسلطة، علاوة على تعاون الجهات المعنية عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات. بغية خلق بيئة طاردة للإرهاب وصور تطرفه، وجاذبة في الوقت نفسه للغة السلم المجتمعي واحترام الرأي الآخر وقبوله والتعايش السلمي وترسيخ احترام حقوق الإنسان. وقبل أن أزدل كلمتي هذه، بودي أن أشكر الجهات المشاركة في المؤتمر وممثليهم والقنوات الإعلامية والأخوة الباحثين وجميع السادة الحضور، فضلاً على الجهود المبذولة من إدارة المؤتمر بلجانها كافة. سادتي، أقول إن الداعي لحضورنا هنا أن نقول كلمتنا ونؤدي وظيفتنا ونجسد رؤانا
ونعزز مواقفنا بخطوات عملية إجرائية صريحة وواضحة وجريئة. فلا يخفى عليكم أيها السادة أنه مهما بذلنا من جهد واجتهاد خدمة للعراق والعراقيين، سيبقى العقل والضمير وصوت الحق يستصرخنا لتقديم المزيد خدمة للدين والإنسان والوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور طلال فائق الكمالي لكلمته عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر. إذن حضورنا الكريم، مرحباً بكم مجدداً، ويسعدني إعلامكم أن هناك درعاً للسلم المجتمعي يمنح في الجلسة الختامية للمؤتمر يوم غد إن شاء الله إلى الجهات المتعاونة في المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب. إذن نستمع وإياكم لورقة بحثية لأستاذ الحوزة العلمية السيد أحمد الشكوري دام عزه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات الكرام، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراستي تتناول مجموعة أمور. الأمر الأول، المنهج التحليلي لدراسة هذه الظاهرة ونظائر هذه الظاهرة. وهذه الدراسة لا بد أن تكون عن طريق البعد الاجتماعي والبعد الفلسفي والبعد المعرفي، كما البعد العلمي والفقهي لا بد أن يكون مورداً للنظر في هذه الدراسة. أما الاستراتيجية فإنني أعتمد في هذه الورقات على دراسة مأخوذة فيها البعد الأيديولوجي، ولا بد من ملاحظة المشكلة وتقديم المنهج لمعالجة هذه المشكلة. والمنهج الذي أعول عليه بشكل صريح وواضح وعبارة عن القرآن الكريم والسنة النبوية والولوية، وكذلك للعقل مدخلية في تجذير المشكلة وفي تجذير المعالجة. وقد أستعين بالقانون الوضعي في مواده للوقوف على كيفية التغلب على هذه المشكلة وهذه المعضلة الصعبة. أما النقطة الأولى، إن هناك جملة من المفاهيم ليست مترادفة بل هي متقاربة، وليس ارتباط بين هذه المفاهيم، ربما تكون ارتباطاً على مستوى عرضي، بل في الأعم الأغلب أن هذا الارتباط ارتباطاً طولياً، مما يستدعي عندما نعالج هذه المشكلة لا بد من معالجتها بسلة واحدة وليس بسلات متعددة. هناك مفهوم التعصب ومفهوم العنف ومفهوم الشدة ومفهوم الاستبداد ومفهوم احتكار الحقيقة، ولعل هذه المفردة لها خصوصية خاصة. الولاية الذي يفترضها الشخص لنفسه، وعلى أساس هذه الولاية أعم من أن تكون ولاية فرد أو ولاية مجموعة، على أن يكون لها سلطنة على الأمة وعلى تحديد مصير الأمة. فقد ارتأت هذه الحركات المتطرفة وفي مرتبة سابقة أن تحتكر هذه القضية وترى لنفسها أولوية
وولاية في تشخيص المصير، كذلك مرتبة الغلو ومرتبة العدوان ومرتبة الإفراط، كل هذه مفاهيم. إنا وإن قد ابتلينا بإرهاب ربما الآن من الدائرة الخارجية عن الدين أو من خارج السياق والثوابت الدينية، لكننا نحذر ونخشى أن تنمو عندنا ظاهرة الإرهاب من داخل البيت ومن داخل البيت الإسلامي، سواء كان على مستوى التسويق أو على مستوى التبني أو على مستوى الحاضنة. وكم من إرهاب حاضر ومعشعش في بيوتنا ولو على صعيد الحضانة وعلى صعيد الاستقبال، كما أن الموروث أحياناً مسته بعض العقول المتحجرة والذي لم ننزل فيه ثقافة النقد وثقافة القراءة الصحيحة للموروث، ربما أحد أهم الأسباب الذي يسبب في ابتلاء هذه الظاهرة. ما أريد أن أتحدث عنه بما يسع الوقت بنحو مختصر جدا، أولا أريد أن أشير إلى أن الإرهاب له مظاهر وأنواع متعددة، ولعله بعض المظاهر ابتلينا بوضوح اتجاهها، لكن ليس كل المظاهر الآن مورد للمعالجة. الإرهاب النسوي الذي يعيش هذا البلد اليوم من أهم المظاهر الذي لا بد أن تعالج في مثل هذه المؤتمرات، ولعله لاحظنا أن الحاضنة النسوية كان لها دور واضح، وذلك لخلفية التهميش السابق وعدم تقديم رؤى موفقة وصحيحة في هذا الاتجاه، فابتلينا بإرهاب نسوي كان وراءه هذا العنف الشديد الذي نعيشه. إذن لا بد من الوقوف على أنواع الإرهاب. هناك إرهاب سياسي، سواء كان الإرهاب السياسي على مستوى أن المؤسسة السياسية لمقاصد خاصة تقوم بتغذية هذا الإرهاب، أو أنها تكون لأغراض سياسية أنساكت عن مثل هذا الإرهاب. إمضاء الإرهاب لهو من الخطورة بمثابة تغذية الإرهاب، ولا فرق عندنا من حيث الحكم الجنائي والجزائي بين ظاهرة تغذية الإرهاب وبين ظاهرة إمضاء الإرهاب، سواء كان هذا الإرهاب على مستوى العنف المسلح أو على مستوى عنف أخف من العنف المسلح. ولعله من مظاهر الإرهاب الفساد الإداري والفساد المالي الذي تبتلى به المؤسسات في العالم، وينشأ حينئذ على أثر هذا الفساد ظاهرة الإرهاب بأشكالها المختلفة. إذن أولا ولا بد أن أتحدث عن أنواع هذا الإرهاب، فالإرهاب إرهابا سياسيا، والإرهاب إرهابا فكريا، والإرهاب إرهابا دينيا. وإن خطورة الإرهاب الفكري من زاوية، وإن خطورة الإرهاب الديني من زاوية أخرى، بل لعله مادة البحث عندنا يمكن أن تكمن في النظر وفي التحقيق في هذه المادة بخصوصها، لما للدراسة من بحث أيديولوجي خاص. فالإرهاب قد يكون فكرياً وقد يكون دينياً وقد يكون ثقافياً وقد يكون اجتماعياً، والبلد يعج في يومنا الفعل بإرهاب اجتماعي، كما لا بد من الاهتمام في الوقوف أمام الإرهاب في الوقت الراهن، الإرهاب الذي ابتلي به العراق. هناك إرهاب مبطن وفي الظل، ألا وهو الإرهاب الاجتماعي، وهكذا الإرهاب العملي ولو بمقولة
المبالغة في جوانب معينة عبادية، فإن الغلو قد يساوق أحياناً من حيث الأثر إلى مقولة الإرهاب. وهكذا موارد متعددة يمكن أن نفترضها في باب الإرهاب، فلا حاجة إلى أن نجمد على مصاديق معينة، ولا بد من متابعة هذه المفردة، أعني أنواع الإرهاب. فربما الإرهاب الأسري حاضر بيننا ومفعل عندنا ومنضى عندنا، ولا نقدم المعالجات الفقهية، ولا نقدم المعالجات الفكرية، ولا نقدم المعالجات الميدانية لمعالجة الإرهاب الأسري الذي هو أخطر بكثير من الإرهاب الذي نحن في صدد الحديث عنه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعني الأسباب والدوافع وعوامل الجذب. إخوان، أيها الإخوة الكرام، إحنا أحياناً نبحث عن أسباب الإرهاب، لكننا لا نبحث عن عوامل الجذب. عوامل الجذب تحتاج إلى دراسة أوسع من عوامل الإرهاب. كما نرى أن ظاهرة المخدرات، أحياناً ابني مبتلى بالمخدرات، وأحياناً أن ابني مظنة الابتلاء بالمخدرات. إن معالجة مظنة الولد في الوقوع في فخ المخدرات لأهم من حيث الدراسة من معالجة من هو ابتلي بالإرهاب. أحياناً نسمع أصوات مكرمة محترمة تعالج مشكلة الإرهاب في السجون وكيفية حل هذه المشكلة في السجون، لكنه لا نفرق، لا نبذل الوسع في كيفية معالجة أنه كيف نقطع قوة الجذب لكوادرنا وأولادنا في الدخول في موضوعة الإرهاب. إذن أما العوامل الفردية الداخلية، العامل الأول التقليد الأعمى، الآفة الكبرى الجهل، العامل الثاني المظالم الشخصية مثل الإقصاء والعزلة. ولعله إذا لاحظنا إن أحد الأسباب الذي ابتلي بلدنا الحبيب بالإرهاب هي قضية الإقصاء وقضية العزلة. الأمر الثالث سوء المعاملة، فإن الأسرة لها مدخلية واضحة في أن تصنع الإرهاب لأولادها، وفي أنها تدفع الأولاد نحو الإرهاب. هذه مشكلة أسرية لا بد من النظر إليها. غياب الهدف والشعور باللامبالاة أحد أهم مناشئ الإرهاب الفردية. الاعتماد على الآراء المتطرفة وسكوت المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والإعلامية عن هذه الآراء المتطرفة بذريعة أن الدستور يمضي مثل هذه الأفكار. ومع الأسف الشديد أقول وبكلمة واضحة، هناك ثغرات في الدستور هي وراء هذه المشكلة، أعني مشكلة عدم الوقوف أمام الآراء المتطرفة. الافتقار لقوة الشخصية لدى الشخص المتلبس بهذا المرض أحد أهم الأسباب الذي يمكن أن تبحث. أزالة الشخصية وضعف الشخصية كانت سبب وراء هذا. عدم وجود الأمن والاستقرار أيضا سبب واضح في هذا المضمار. البغض الشديد للثقافات الأخرى، عدم نشر ثقافة الرأي والرأي الآخر، إقصاء الرأي، احتكار الحقيقة، الدعوى بأني أنا صاحب الحق، الدعوى إلى أنه نحن أبناء الله ونحن الذين اختارنا الله دون غيرنا. كل هذا من المخاطر. عندما ينطفئ التعايش السلمي يتولد عندنا الإرهاب.
عندما لا يكون عندنا حوار صادق وحقيقي وبنوايا حقيقة، عينئذ يتولد الإرهاب. لا ينبغي أن ننظر إلى الإرهاب كظاهرة، ولا بد أن ننظر إليها كظاهرة سببية لك ظاهرة مسببية. صغر السن، لاحظوا عندما نتابع مشكلة الإرهاب الفعلية نرى أنه الفخ وقع على صغار السن. ولماذا؟ أنه استهدفت هذه الشريحة ولا زالت هذه الشريحة مستهدفة، لا في الإرهاب فقط، بما هو نظير الإرهاب كالغلو والتطرف والعنف. واليوم أحياناً هذه الشريحة تستثمر لهذه المقاصد، الطفل والصغير السن ومن هو ضعيف في المستوى العلمي، من لا يتمكن أن يدرك القضايا. الأزمات الاقتصادية والبطالة هي أحد أهم أسباب انتشار هذا المرض. أما العوامل الخارجية، أول عامل وعلى رأس تلك العوامل انهيار القانون وسيادة القانون. ما دمنا لا نملك ثقافة سيادة القانون فلا نتوقع أن الإرهاب سينسد وسيغلق. ما لم نقدم رؤية بكل مؤسسات الدولة، كل مؤسسات الدولة لابد أن تتحمل مسؤوليتها التضامنية في الحفاظ على سيادة القانون، ولا بد من تكريم واحترام الدولة وقانون الدولة. فإنه من الممكن بمكان أن يكون عندي تصادم وعدم اتفاق مع بعض شخوص الدولة الحكومة، لكن الحكومة شيء والدولة شيء آخر. ومع الأسف الشديد أحياناً أننا في صدد تضعيفه، المنافس السياسي لنا يكون على حساب حذف سيادة الدولة وتضعيف سيادة الدولة. واعلموا ما دامت الدولة لا تملك سيادتها فإنا وإن تمكنا في جولة أولى أن ننتصر أمام الإرهاب، لكننا نتوقع أن أمامنا جولات كثيرة سينتصر الإرهاب علينا. فلا بد من تقديم هذه الرؤية، وكل المؤسسات ولا أستثني مؤسسة على مؤسسة أخرى في ضرورة الحفاظ على سيادة القانون واحترام القانون وجعل القانون هو المادة الفيصلية الحاكمة عندنا. إن لم نتحاكم إلى الدستور فأنا أكون حاضناً للإرهاب وأنت تكون حاضناً للإرهابي، سواء كان في داخل البيت الشيعي أو في داخل البيت السني أو في داخل البيت الكردي، فيما بينهم أو فيما هو خارج عن بيتهم. أيضاً لا بد من الاهتمام إلى ثوابت الدين والإنسانية. لا بد أن نغذي هذا البلد الكريم وأبناء هذا البلد الكريم، لا بد من تغذيته تغذية سليمة صحيحة. ولا يمكن تقديم الغذاء السالم الصحيح إلا أن نقدم مفاهيم تحت عنوان مفاهيم ثوابت إنسانية وثوابت دينية، وأن نوجد توافق وعدم وجود التعارض بين الثوابت الدينية وبين الثوابت الإنسانية. من الخطأ بمكان أن نقدم الثوابت الدينية على الثوابت الإنسانية، وأن نجعل الثوابت الإنسانية في دائرة الظل ونهتم بدائرة الثوابت الدينية، فإنه لون من ألوان التعصب عندما يحكم الثابت الديني على الثابت الإنساني. هذه أيضاً نقطة لا بد من الإشارة إليها. أيضاً الشقاق المجتمعي والاستقطاب الاجتماعي ظاهرة خطيرة، ومع الأسف هذه الظاهرة تنمو في مجتمعاتنا، إما لعوامل كعامل الجهل أو لعوامل نفعية شخصية. النفاق السياسي، سواء كان النفاق السياسي غربي مما يدعونا
في التعامل مع الدول الغربية لا بمنطق التحاكم إلى القانون، وإنما نتجه إلى اتجاهات وطرق ملتوية عندما نرى أن الغرب يتجه في ثقافته ثقافة النفاق الغربي. لا بد من تأسيس جسور حقيقية من مؤسساتنا العلمية مع مؤسسات علمية فيما وراء هذا البلد، حتى نضمن أن لا نبتلى بمشكلة عنوانها مشكلة النفاق السياسي الغربي الذي هي وراء أهم مشكلة الإرهاب. أما عوامل الجذب، فإن عوامل الجذب والذي هي كما قلت لها أولوية قصوى، بل تتقدم على نفس ظاهرة الإرهاب، لأن أحيانا الشخص يبتلى بالمرض وأحيانا يكون الشخص في معرض الابتلاء في المرض. أيها الكرام، أيها الأعزاء، أصحاب القرار، يا من بيدكم قرار هذا البلد الكريم، يا من لكم صوت مقبول ومؤثر في هذا البلد الكريم، حاولوا أن تنقذوا أولادنا من الإرهاب. أولادنا لا زالوا ليسوا في دائرة الإرهاب، لكن وفق المعطيات الموجودة حاليا في هذه البيئة، إننا نتجه من حيث نشعر أو لا نشعر، من حيث نقصد أو لا نقصد، إننا نهيئ إلى شريحة من أولادنا تحت عنوان الإرهاب. أكتفي بهذا المقدار من الحديث، وإن كانت المادة مادة البحث أوسع من هذا، بس أحببت أن أنقل صوت النجف الأشرف وقلق النجف وتخوف النجف لما يجري في الوقت الراهن من انكسارات ومن سقوط على مستوى ثقافي أو على مستوى اجتماعي أو على مستوى فكري أو على مستوى ديني. كل هذا يدعونا أن نتواصل وأن نجتمع وأن نتحدث وأن ننشر ثقافة، ثقافة الاستماع إلى الآخر والإصغاء إلى الآخر وترتيب الآثار ومد اليد فيما بيننا. إن لم نقدم أيدينا فيما بيننا فإن المشكلة باقية. أشكر حسن الاستماع، أعتذر على الإطالة، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. إذن الشكر الجزيل لأستاذ الحوزة العلمية السيد أحمد الأشكوري على ورقته البحثية الخاصة بالمؤتمر. إذن حضورنا الأكارم في ختام هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الحاضرين معنا في رحاب المرقد الطاهر لسيد الشهداء عليه السلام، وندعوكم لأداء فريضة الصلاة، وبعدها التوجه لتناول وجبة الغداء في مضيف الإمام الحسين عليه السلام، ومن بعدها حضور الجلسات البحثية وحسب الجدول المثبت لديكم في المنهاج. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.